اسمعي بدي احكي لك اشي. ايش مالك؟ احكي حبيبتي. من يومين اجاني عريس وابوي وعيلتي كلهم موافقين عليه. شو؟ والله العظيم والله العظيم. بس انت كثير صغيره. شو اعمل؟ يا بنات الصف العاشر في خبر صار جدازه. زينة لا. في سنة ولا تتجوز؟ شاطر. حرام حرام. لا خليه. شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي؟ نيالها. نيالك يا زينة. فكر منيح سلمان. والله انا يا بنات كثير متوتره ومخربشه. يا ربي شو بدي اعمل؟ ابوي بقول لي يابا ستره منيحه وبدي استر عليكم، وعمتي بتقولي العريس لقطه كثير منيح، وصاحباتي بيقولوا لي ما احلى المكياج رح يطلع عليكي، بس كملي تعلمك وانت شاطره كثير، وامي بتقول لي هم البنات لما مات، وستي بتقول لي زيك زينا، هينا كنا تجوزنا احنا صغار وما احلانا، واخرتك يا ستي للمطبخ والولاد، والله ما انا عارفه مخربشه كثير، راسي رح يتفجر، تعبانه مش قادره. شو كيف بدي اتجوز؟ شو بدي اعمل بحياتي؟ كيف بدي افتح بيت؟ كيف بدي اطبخ؟ يا ربي يا ربي ساعدني. يا الله يا سلمى اشتقنا لك. اه والله انها وحشه الصف بدونها مش حلو. ليش انتم ما عرفتوا؟ خير ان شاء الله. ايش؟ شو صار؟ الله شو؟ هوني. اه والله مين خبرك؟ والمديره اصلا مش راضيه تدخلها على المدرسه من مره. يا خساره لسه ما فرحت. طب كيف بدنا نساعدها؟ يلا ما رح نقبل نطلع ونعمل مظاهره ونرجعها للمدرسه. لازم نتحرك، لازم نساعدها. انا بدي احجب امي هلا من الدار. فاتح معي. يلا يلا نروح مع بعض. يلا جيب صاحبتك كمان الثانيه. يلا الصف الثاني الصف الاول. نعم نعم للتعليم. لا للزواج المبكر. لا للزواج المبكر. بدنا نتعلم. بدنا نلعب ونتكلم. أعطونا الطفولة. النساء نصف المجتمع. نعم نعم للتعليم. أعطونا حقوقنا. أعطونا حقوقنا. لا للزواج المبكر. أعطونا السلام. إحنا مع بعض بنقدر نعمل إشي. لما بنكون ايد واحدة بدنا نتطور ونكبر ونتعلم لنكون مؤثرين في وطننا. أعطونا الطفولة. نحن بدنا نتعلم وهذا أبسط حق لنا. ساعدونا لنتعلم ونحقق حلمنا ونفيد مجتمعنا الغالي ونبني مع بعض فلسطين.